ويمكنكم تناول هذا الساندويش مع قدح من الشاي الساخن. وبألف صحة وعافية. أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخلة من تركيا، أهلا وسهلا بكم على قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. وصفتنا لهذا اليوم هي ساندوش جبنة الشدر مع الديك الرومي والأفوكادو. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية، ويمكنكم تناولها مع قدح من الشاي. بألف صحة وعافية. Amigos, estoy con ustedes Ángela de Turquía. Nuestra receta de hoy es sándwich de queso cheddar con pavo y aguacate. Está lista en YouTube ahora y preparada para mí. Soy Ángela. وكما تعودنا أصدقائي، وقبل إعداد هذه الوصفة لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا. تفاعلكم معنا بكل تأكيد يسعدنا. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذا السندويش معي أنا أنخلة. باموس. والآن إليكم المقادير: حبة طماطم واحدة أو اثنتان، حبة أفوكادو، شرائح من جبنة الشدر، شرائح من لحم البافو الديك الرومي أي الهندي أو التركي، لديه عدة مسميات: صلصة، زيت زيتون، وشرائح الخبز الأسمر، ولمن يرغب رشة خفيفة من الملح، أوراق صغيرة من الخس. ها هي جميع مقاديرنا. سأبدأ أولا بتقطيع حبة الطماطم بعد تنظيفها. هكذا تبدو الطماطم بعد تقطيعها شرائح خفيفة. سأبدأ الآن بتقطيع حبة الأفوكادو. أقطع حبة الأفوكادو بهذا الشكل. وهكذا تبدو معنا الطماطم والأفوكادو بعد تقطيعهم على شكل شرائح خفيفة. لحم الباف، الخس، شرائح جبنة الشدر، الخبز، زيت الزيتون، والصلصة. ها هي شريحة الخبز. نبدأ أولا بوضع زيت الزيتون فوق شرائح الطماطم بهذا الشكل.
سأضع الصلصة الآن. شريحتين من لحم البافو، وشريحة من جبنة الشدر، شريحة من الطماطم، وشرائح من الأفوكادو. وأخيرا شريحة من الخس بهذا الشكل، وها هي الشريحة الأولى قد أصبحت جاهزة. نكرر نفس العملية مع بقية الشرائح. لا بأس من وضع شريحة أخرى هكذا من الطماطم، وها هي الشريحة الثانية. شريحتين من البافو، وشريحة من جبنة الشدر، شريحتين من الطماطم، شرائح من الأفوكادو، والخس، ومن ثم سأغلقها. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من اعدادها. الان ساضع هذه الاعواد وبهذا الشكل، الخيار لكم في وضع عود او عودين لكل سندوتش. ويمكنكم تناول هذا الساندويش مع قدح من الشاي الساخن، وبألف صحة وعافية.
وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم قد أصبحت جاهزة، يمكنكم تناولها مع قدح من الشاي الساخن. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy, sándwich de queso cheddar con pavo y aguacate. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم ساندويش جبنة الشدر مع الديك الرومي والأفوكادو قد نالت إعجابكم ورضاكم، وبألف صحة وعافية. انتظروني بوصفة جديدة، كنت أنا معكم أنخيلا من تركيا ومن قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا، علما بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. وقبل أن أودعكم لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس. انتظروا تعليقاتكم الجميلة في الكومنتس، تفاعلكم معنا بكل تأكيد يسعدنا، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا. والآن سأقول لكم أحبكم كثيرا، وإلى اللقاء. أديوس.